والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي. قال رحمه الله: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وعن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وعن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. وعن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة من مزينة لنبايعه. من أحسن الله إليكم، في رهط من مزينة من مزينة أحسن الله لك. في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وعن حماد بن سلمة قال: لو كان من كتابي قال محمد بن الفضل: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت: وحدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي، ثم قال علي: فإني أخاف أن أملي عليه. ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. وعن أبي الدرداء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما أسأله، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. نعم. عن عون بن أبي حيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بريق ساقي. قال سفيان: أراها حبرة. وعن البراء بن عازب قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. وعن عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمتد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. وعن قيلة ابن مخرمة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملي عليه أسمال ملية. أحسن الله عليكم. وعليه أسمال ملية. أيوة ملية. نعم. ثبني. أحسن الله عليكم. كانتا بزعفران، وقد نفضته، وفي الحديث قصة طويلة.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خيار ثيابكم. وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق من شعر أسود. وعن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، وهذه قراءة في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 79 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فوق كعبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذه سنته عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان يلبس القميص، والقميص أيها الكرام الفضلاء إنما هو الذي نحن نسميه الثوب، وفي الحقيقة هذه تسمية ليست سديدة، فإن الثوب أيها الكرام الفضلاء هو الذي يكون من هذه القطع من الرداء والإزار، أما الذي يكون له الأكمام ويدخل على هيئة محددة على الجسد إنما يسمى القميص. فنقول أيها الكرام الفضلاء، نقول كل ثوب قميص وليس كل قميص ثوب، ولذلك القميص لا نقول عليه ثوب، إنما هو يسمى القميص، أو الذي يسمونه في بعض البلدان مثل السودان أو مصر يسمونه الجلابية، الذي يلبسه الرجال. أما الثوب هو الذي يكون من رداء ومن إزار، هذا يسمى الثوب الذي يلتحف به التحافا. أما ما كان محددا له أكمام وله رقبة إلى غير ذلك وأنه مخاط هكذا، هذا يسمى القميص. فنقول كل قميص ثوب وليس كل ثوب قميص. أما بالنسبة لما جاء أن كم النبي كان إلى الرسغ، لم يصح في ذلك حديث أن كم النبي كان إلى رسغه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما بقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الثوب القطري، فالثياب القطرية هي ثوب يمني يكون مصنوع من القطن يلتحف به التحافا، وفيه حمرة وله أعلام، وفيه بعض الخشونة، وأيضا قيل هي الحلل الجياد التي تحمل من قبل البحرين اللي هي الأحساء، البحرين قديما اللي هي الأحساء، من قرية يقال لها قطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بلبس البياض استحبابا مع جواز غيره يلبسه الأحياء ويكفن فيه الأموات. وأيضا لما لبس الجبة الرومية صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على لبس الملابس التي تصنع في بلاد الكفار، لبس الملابس التي تصنع في بلاد الكفار فلا حرج فيها، وهذا دلالة على أن الأصل فيها العموم حتى يدل الدليل على التحريم، وليس هناك دليل على تحريم ذلك، إلا أن تكون مصنوعة من حرير أو من المادة المحرمة، فيكون هنا إنما يحرم تبعا ما لا يحرم استقلالا. وهذا هو الذي عليه الناس، أنه تصنع الثياب في
الصين وفي غيرها، ويؤتى بها وتلبس. وأيضا لما لبسها الجبة الرومية كانت ضيقة الأكمام، وأيضا فيه جواز أن الإنسان يلبس ما كان ضيقا من الأكمام من غير تشبه، يلبس ما كان ضيقا من الأكمام من غير ماذا؟ من غير أن يكون فيه تشبه. ومزينة بضم الميم وفتح الزاي المعجمة، إنما هي عبارة عن قبيلة من قبائل هي قبيلة من قبائل هي قبيلة من قبائل العرب هي قبيلة من قبائل العرب أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلنون إسلامهم عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسماء المليتين معناها أن هذه البرود التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام كانت قديمة، وهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعدم لهاثه وراء هذه الدنيا. ونفضت منها الزعفران دلالة على أن الرجل لا يجوز له أن يلبس الملابس التي فيها الزعفران، دلالة أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الملابس التي يكون فيها الزعفران. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص، وتكرر ذلك من عدة روايات، ونحن ذكرنا ما هو المقصود بالقميص، وذكرنا ما هو المقصود بالقميص، وقلنا هو الذي يكون له أكمام ويكون له أزرار ويكون له طوق من جهة الصدر، ويكون له طوق من جهة الصدر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا استجد ثوبا جديدا إذا استجد ثوبا جديدا فإنه يدعو بدعاء لبس الثوب، يدعو بدعاء لبس الثوب. وقلنا الأسماء المليتين، المليه اللي هي تصغير ملاية، وأسماء يعني قديمة وبالية. وكان إذا استجد الثوب سماه، وهذا فيه أن من السنة أن الإنسان لما يأتي يستجد الثوب يسميه. وهنا دعاء لبس الثوب دعاءان، دعاء للثوب القديم ودعاء للثوب الجديد. من الدعاء للثوب الجديد أن الإنسان يسمي أول حاجة باسمه، يقول لك الحمد كما كسوتني، اللهم إني أسألك خيرا وخير ما صنع له، لأن الإنسان تصنع الحاجة وتصنع للشر، للإسبال، لفعل المعصية بها، فيدعو يسأل من خير وخير ما صنع له، ويعوذ به وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وإذا كان الثوب يلبسه باستمرار ثوب قديم، فيقول له اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا من غير حول مني ولا قوة. إذا عندنا دعاءان، دعاء عند لبس الثوب كل يوم تدعو بهذا الدعاء اللي هو الثوب القديم، اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا من غير حول مني ولا قوة. وإذا كان الثوب جديد تسميه، إذا كان قميص، عمامة، طاقية، ثم تقول لك الحمد كما كسوتني، اللهم إني أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا فيه دلالة أن حياة النبي كلها كانت عبادة وحمد وثناء لله تبارك وتعالى. وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.